السلام عليكم. بالنسبة للامتحان صراحة جا في واحد الأجواء مختلفة نوعا ما على المرة اللي دازت. كما كيعرف الجميع وكيعرفوا الناس ديال تطوان والناس ديال المغرب تقريبا كاملين، كانت الظروف اللي داز فيها الامتحان الفارط ظروف جد جد عشوائية، تسودها مجموعة من اختراقات، مجموعة من الخروقات إن صح التعبير، مجموعة من الأمور اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. وصافي هذه المرة هذه كان امتحان صراحة فيه واحد النوع من الزيار شوية من ناحية ديال من ناحية ديال الحراسة، من ناحية الانضباط. اللجنة كانت عاملة جهدها أكثر من جانب زعما ديال الحرص على عدم تفشي الغش وهذا الشيء هذا، ولكن ومع ذلك هناك مجموعة من الخروقات، مجموعة من الأمور اللي ما يمكنش اللجنة تكتشفها وما يمكنش اللجنة المهم يعني توفي تكفي وتوفي كما كيقولوا. على اي كنتمنوا من الله نجاح الجميع والتوفيق للجميع، حنا المجدين طبعا والمجتهدين والناس اللي قرات وكفحت وضربت ثمره واعتكفت وباش تجيب نتيجه مرضيه. غير واحد النقطه بالنسبه للكيو سي ام في المحاماه، صراحه ما صالحش الكيو سي ام في المحاماه ولا في المهن القضائيه ولا المهن القانونيه ان صح التعبير كلها. علاش؟ لان المهن القانونيه والمهن القضائيه تحتاج الى التحليل. نص قانوني نقدر انا نعرفه او نفسره من وجهه النظر ديالي انا بطريقه، ويقدر يكون هو عنده مجموعه من التاويلات ومجموعه من الامور. هذا من جانب. من جانب اخر هذا الكيو سي ام خصو يكون في العلوم مثلا اللي كتكون يعني واحد زائد واحد كما كنقولوا كيساوي جوج، ماشي في الامور اللي كتوجب شويه ديال الكتابه وشويه ديال التعبير. بالنسبه للامتحان كان عنده شويه ديال المهم يقدر يكون هو معتبر من منظومه العداله، ولكن الامتحان الاول كان فيه موثقون والعدول والخبراء والتراجمه. نقدر نقول ان المفوضين القضائيين عندهم علاقه مع مهنه المحاماه، كنتعاملوا معاهم بزاف. التراجمه الخبراء حتى هما عندهم علاقه في المسطره المدنيه، كنتعاملوا معهم، ولكن التراجمه هذا الصراحه ما عرفتي علاش دخلوها. القضيه ديال ناقص واحد زائد نقطه شويه كتهرج، شويه كدي لك حقك، لان ما يمكنش تكون ضابط القانون كامل. ما يمكنش يرا قضاة تبارك الله عليهم ضاربين 20 عام 15 عام في المهنه وكيلجؤوا للكودات وكيلجؤوا للكتب باش يتاكدوا. ما يمكنش طالب يكون ضابط القانون كامل، تعمل له ناقص واحد غادي يدي له رزقه. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. اليوم اجتزنا شهاده الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه لسنه 2023. بصراحه الاسئله كانوا في المتناول، اللي مراجع غيجاوب، اللي عنده لبس او ريب او شك في بعض الاسئله يستحسن انه يتفادى الاجابه عليها. علاش؟ لان كاين هناك اعتماد نظام ديال الكو سي ام، جواب صحيح زائد نقطه، جواب خطا ناقص نقطه. وبالتالي انا كنشوف ان اللي كان مراجع وضابط المواد ديالو سيختو الاداري قانون الاسره وما الى ذلك، المواد اللي جات في الاسئله كانت بمجمل الحديث انها كانت في المتناول. كنتمنى ان شاء الله حظ موفق للجميع، والله يسهل على الجميع انه يكون ان شاء الله محامي الغد. بصراحه النقطه اللي بغيت نضيف هو ديك النظام ديال كندا، سيستم كنديان، صراحه خصو يتلغى. علاش؟ لان ملي كتجاوب جواب خطا كتنقص منك النقطه، وهذا يعني واحد الاجراء اللي مجحف حق مجموعه من المتبرين اللي كيلقاو نفسهم انهم ضحيه ديال هاد بعض الاسئله اللي بيج. وبالتالي ما كتكونش فرصه ان المتبر يجي يمر يعني يجري الامتحان في اجواء مريحه. شأنه شأن باقي المباريات اللي كيتم فيهم، يعني ما كيتمش اعتماد نظام كنديان. وكنتمنى ان الجميع يفهم هذا الكلام ويوصل اصحاب القرار انهم يعتمدوا نظام عادي بلا هذا النظام ناقص جواب خطا ناقص نقطه. دوزنا امتحان اليوم، كان عندنا امتحان في كليه العلوم القانونيه والاجتماعيه والاقتصاديه بمدينه تطوان، ودوزنا امتحان اجواء مزيانه، اجواء عاديه بالنسبه زعما الحراسه وديكشي. مي كان عندنا مشكل هو هذا النظام كوستي ام اللي صعيب شويه، وبالنسبه ثاني خرجوا لنا عطاونا بديك عطاونا اسئله متعلقه بالموثقين والعدول، وحنا كنا منتظرين يعني مباراه محاماه ما تخرجش عن هذا النطاق ديال المحاماه. وفيما يخص المواد اخرى يعني مواد تخصص عادي. السيستم كندي هو اللي مشكل. السيستم كندي الصراحه يعني ماشي سيستم عادي وما ماشي منصف. يعني هذا السيستم هذا اصلا كيكون انتقامي
ما هذا السيستم هذا غير منصف زعما وغير عادل بصفه نهائيه، حيت ديك النقط اللي كتجمع يقدر نقصهم، وفي هذه الحاله ما كنستافدوا والو. يعني هذا السيستم كنتمنوا زعما ياخذوه بعين الاعتبار ويحيدوه بصفه نهائيه، لان كيقصي يعني كيقصينا. اليوم اجتازنا امتحان الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه بكليه العلوم القانونيه الاقتصاديه والاجتماعيه بمارتيل تطوان، والحمد لله داز الامتحان مزيان، اجتازناه بواحد كانت واحد الشفافيه، كان كيفاش كانوا مزيانه. بالنسبه للاسئله في الصباح كانت شويه اسئله فهمتي اللي هي فيها نقدروا نقولوا ملغمه واحد شويه، في العشيه نسبيا هذا مهم بين وبين ما كانش فهمتي، كانت بعض الاسئله اللي هي شويه فيها التواءات وهذا، ولكن على العموم كل شيء داز الحمد لله، ونتمنوا الخير للجميع.